الانتخابات تاع 89 دارت في نطاق قانون ولا نظام الاقتراع بالأغلبية، ما تغير شيء على قبل. و في الانتخابات هذه تم اعتماد قاعدة جديدة اسمها تزكية المترشحين. هي تزكية المترشحين هذه عصفورين بحجرة، يعني إقامة حاجز منيع ضد تشكيل القائمات، ثم وهذا الأهم الغرض الأمني، الكشف على الأنصار. وتجيكم الحكاية من بعد، يعني يوصل الأمر أنه ولد فيه مقاعد بيانات كما قال الأخ بكر.